السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح الوحدة الثانية من كتاب الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. قبل ما أبدأ في الشرح، أتمنى كل اللي يسمعني الآن ينزل تحت يضغط على سبسكرايب أو كلمة اشتراك عشان يكون يتابعني أول بأول. طيب نبدأ. Unit 2 Thanks We Were. Unit 2 يقصد به الوحدة الثانية. Thanks We Were يقصد به الأشياء التي نلبسها. Talk Time بمعنى وقت التحدث. Number 1 Listen and Point. Listen استمع and Point وأشر. هنا في هذه الصفحة نرى سفروتة وفتاة. أوكي، سفروتة قالت لتلك الفتاة هاي، مرحبا. ماذا ردت عليها الفتاة؟ هاي سفروتة، مرحبا سفروتة. قالت لها سفروتة واو، I like your hat، بمعنى أنا أحب قبعتك. ردت عليها الفتاة Thank you بمعنى شكرا لك. ننتقل للمحادثة التالية. في هذه المحادثة نرى فتاة وسفروتة وفتاة أيضا. الفتاة تسأل Whose hat is this؟ بمعنى Whose لمن؟ Hat القبعة is this هذه whose hat is this لمن هذه القبعة. ردت سفروتة It's not mine. It's not mine بمعنى هذه ليست لي. أما هذه الفتاة قالت من بعيد It's mine. Thank you بمعنى إنها لي، شكرا. وبالتالي أخذت الطاقية. ردت عليها الفتاة You're welcome بمعنى على الرحب والسعة، لأن قالت لها الفتاة Thank you فهي راح بترد عليها You are welcome. You are welcome اختصارها You're welcome زي ما هو مكتوب عندكم اختصار You're welcome. Number 2 ماذا يقول Number 2 Practice and act out the talk in pairs بمعنى تدرب على هذول المحادثات مع أشخاص أو مع صديقك. Sound and letter أصوات وأحرف. أوكي، ننتقل إلى number 3 listen استمع point بمعنى أشر and number بمعنى ورقم. then say ثم قل. نلاحظ أن لدينا 4 كلمات. نلاحظ هنا بأن جميعهم يبدأون بلتر W and H. 3 منهم مفتاح للكلمات وواحد منهم لون. كيف راح نلفظها؟ أنا راح ألفظ وإنتوا راح ترقموها. هو هو بمعنى من. هوز هوز بمعنى لمن. ذات That ماذا؟ White White بمعنى اللون الأبيض. Number 1 Who يسأل عن شخص Who. Number 2 Whose لمن لمن Whose على سبيل المثال لمن هذه القبعة. Number 3 What
بمعنى ماذا what على سبيل المثال إذا كنت مع شخص وأنت لم تسمعه جيدا تقول what ماذا. Number four يقصد به اللون الأبيض white اللون الأبيض white. طيب خلينا نشوف السؤال بما أن لدينا علامة استفهام إذن هذا السؤال والسؤال يبدأ بالمفتاح who is لكن هنا اختصروها إليكم who's wearing white who's wearing white بمعنى من يلبس الأبيض. هذا سؤال إيش راح تجاوب؟ The girl's wearing white الفتاة تلبس الأبيض. هذه الفتاة تلبس الأبيض. This girl's wearing white. ننتقل للصفحة التي بعدها. Fun time. Fun time بمعنى وقت المرح. Number four. Who's نفس الكلمة في الصفحة السابقة. Who's تعني للملكية. لمن. Who's لمن. Is this يقصد به هذا. Is this هذا. Ask your classmate about people belonging. Belonging تعني الملكية. اسأل زملائك في الصف عن ممتلكات الناس. هنا قبل ما نبدأ في هذه الصفحة خلونا ننتقل لجرامر تول بوكس. هنا بيقول لك It is my hat بمعنى إن هذه القبعة لي. هنا راح تقول إذا أحد سأل لمن هذه القبعة يا أما تقول It's my hat أو It's mine. إذا كانت القبعة ليست لك راح تقول It's not my hat أو راح تقول It's not mine والخيار إليك. ننتقل لهذا السؤال. لدينا معلمة وطالبات. المعلمة تسأل Who's that is this بمعنى لمن هذه القبعة. ردت عليها تلك الفتاة It's mine. Thank you. إنها لي. شكرا. ممكن أحد من الطلاب أو الطالبات ترد على المعلمة وتقول لها It's not mine. إنها ليست لي. أو It's not my hat. أو إنها ليست قبعتي. أو ممكن المعلمة تسأل Whose pencil is this؟ إذا كان لديها قلم ترد عليها أحد الطالبات It's mine والأخرى It's not mine. It's mine بمعنى إنها لي ثم تشكرها Thank you It's mine. تستطيع أيضا الطالبة الأخرى أن ترد على المعلمة وتقول لها It's not mine أو It's not my pencil وهكذا. في هذا الدرس أنت تستطيع I can ask whose is this بمعنى أنا أستطيع أن أسأل لمن هذا. I can meet someone and say I like you بمعنى أنت تستطيع أن تقابل شخص ما وتقول أنا أحب. تحب بمعنى الشيء الذي تملكه. مثلا تشوف مثلا نظارته تقول له I like your glasses وهكذا أي شيء يعجبك. ننتقل الآن لصفحة الواجب. Number two read and write the missing letter بمعنى أقرأ وأكتب الأحرف الناقصة. One whose hat Whose pen?
whose hat لمن بمعنى لمن هذه القبعة. whose pen بمعنى لمن هذا القلم. 3. whose bags لمن هذه الحقيبة. 4. whose cap لمن بمعنى لمن هذا الكوب. whose hat is this, it's mine, إنها لي. whose pen is this, it's not mine. whose bag is this, it's mine, إنها لي. whose cap, لمن هذا الكوب. is this, it's not mine, إنه ليس لي. Number 3. draw line and match بمعنى ارسم خطوط وصل. mouse, مين يحب الجبن؟ طبعا كلنا نعرف ان الفأر يحب الجبن. mouse, فأر. نوصله الى cheese, الجبن. cheese, جبن. squirrel بمعنى سنجاب. السنجاب يحب acorn, بلوط. acorn نوع من المكسرات يسمى بلوط. طيب boy, boy. طبعا كل الأطفال يحبوا الكاندي أي الحلويات, فنوصل boy إلى candy. ننتقل للصفحة الثانية, صفحة الواجب أيضا. Number 1. listen buoyant and practice strike. استمع, أشر وتمرن وتتبع. Letter A. I like your hat بمعنى أحب قبعتك. بماذا رد عليه الولد؟ Thank you, شكرا لك. المحادثة الثانية, لدينا ولدان. الولد الأول يقول I like your t-shirt, أحب قميصك, بمعنى أن عجبت بقميصك. ماذا يرد عليه الولد الثاني؟ Thank you, بمعنى شكرا لك. المحادثة الثالثة, لدينا أيضا ولدان. الولد الأول يقول I like your jacket, بمعنى أحببت معطفك أو جاكيتك. فماذا يرد عليه الولد الثاني؟ Thank you, شكرا لك. Number 2. listen and buoyant. استمع وأشر. على سبيل المثال أنت تسأل Whose hat is this؟ لمن هذه القبعة؟ شخص يجيب It's not mine, إنها ليست لي. أما الشخص الثاني يجيب It's my hat, إنها قبعتي. وبذلك انتهينا من شرح الدرس ومن حل الواجب. وفقكم الله أينما كنتم, مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح بإذن الله الواحد الأحد.